لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فندرس سويا إن شاء الله تبارك وتعالى علم يعني عرف بثلاثة أسماء بينها تداخل كبير، وإن كان يعني ممكن بعد مزيد من التنقيح والتمحيص نقدر نخص كل اسم منهم بموضوعات تكون ألصق به. هذا بنتكلم على علم يسمى علوم القرآن، ومن النادر تلاقي يعني علم اسمه جمع وعلم اسمه أصول التفسير وعلم اسمه قواعد التفسير. والملاحظة الأولى كما ذكرنا إنه وارد تلاقي كتاب اسمه كذا في علوم القرآن، وكتاب تاني اسمه كذا في أصول التفسير، وبعدين تلاقيهم الفهرس بتاعهم متطابق، وكذا لو حد قال قواعد التفسير. فبمعنى ان العلماء احيانا تعاملوا مع موضوعات معينة على انها ممكن نسميها كده ممكن نسميها كده ممكن نسميها كده، ولكن ثمة اتفاق لو احنا هنفرق في الاسامي ان الاسم الاشمل هو اسم علوم القرآن، اسم علوم القرآن. وهذا كما ذكرنا اسم من النادر انك تلاقي علم على علم يكون جمع، لكن ده له نكتة. يعني نكتة جت منين؟ ان الأمة اعتنت بالقرآن عناية فائقة جدا، وفي علوم يعني اخترعتها الأمة لخدمة القرآن، يعني حتى علوم النحو والبلاغة هذه العلوم، يعني كانت العرب يتكلمون اللغة العربية سليمة وبليغة بالصليقة، ومن لم يرزق هذه الصليقة ما كانش طالع عربي المنشأ، يعني ما كان يجد من يمهد له الطريق. حتى وجد العلماء انه تعليم الأجيال الجديدة القرآن يقتضي وضع قواعد النحو والصرف، ويقتضي ثم الكلام على بلاء يعني إعجاز القرآن، وده أحد الموضوعات اللي تناول هذا العلم. بعد ما انقضى الجيل الذين أبلسوا إبلاسا، الأجيال اللي قرئ عليهم القرآن، والقرآن قصاد إيه؟ عايزين نفتكر دايما الحتة دي، يعني مش أنت ممكن تروح تتحدى حد فيقول لك انا مش فضيلك يعني مش معتني بك، ولكن لا ده قالوا يعني ايه فرق بين الرجل وابنه وبين المرأة وزوجها وسب آلهتنا وسفه احلامنا، يعني في ازمة وفي ورطة، وازمة في ورطة خلتهم يعملوا ايه البداية من قريش اللي في الاول لما كان الدعوة في مكة كانوا يسافروا للمدينة هاتوا سؤال تعجيزي نسأله لذلك الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في يعجزونه. إذن هم بيدوروا مش حكاية انهم مش غير معتنين، لا ده هم بيدوروا على حاجة ايه تعجيزات، قالوا طب حاجة سهلة جدا اهو، طب ما بدل ما تلفوا الدنيا وبعد كده بدل ما تخسروا يعني ارواح واموال، وده انسحب عليهم ثم على سائر قبائل العرب ثم على الفرس والروم، ثم وهناك من خسر ملكه في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، يعني كل دول كان أمامهم خسائر فادحة، وتقال لهم طب المطلوب شيء يسير، عارضوا هذا القرآن ائتوا بثورة من مثلي تكسبوا بالضربة القاضية بالمصطلح المعاصر، فعجزوا. فإذا كان إن يطرح سؤال ولو من باب السؤال، يعني ما لعل القرآن داخل في قدرة البشر لا يقول عاقل، لأن في أنواع من البشر يعني
مختلفي المهارات وكلهم كانوا يريدون تلك الهزيمة الساحقة ولو كانت يسيرة. طب يعني هو في قدرة البلغاء عندكم الشعراء؟ طب قلتوا ده الكهانة، طب ما انتم اربابوها، طب مش انتم اربابوها، روحوا جبوها من فارس والروم، انتوا رحتوا جبتوا كل حاجة لمحاربة تلك الدعوة. لما انقضى الجيل ده بدأت ناس تقول لا، هو في الواقع العرب كانوا ابلغ وافصح، ولكن يعني لا ندري ما الذي اقعدهم عن مقارعة القرآن، لدرجة ان بعض المعتزلة قال لهم لا هم فعلا احنا كلغة حنوافقكم، ولكن صرفهم الله فبدأ ينقل معجزة القرآن من بلاغة القرآن ذاته الى ان الله صرفهم عنه، يعني هو كلام عادي بالنسبة لهم. فهنا بدأ العلماء عايزين، بس الناس مش قادرة تتذوق الفرق بين الكلام، فراحوا عملوا لهم علم البلاغة وفرعوا عليه علم إعجاز القرآن، أو أحدهما تولد من الآخر. الشاهد أن الأمة خدمت القرآن خدمة كبيرة وتنوعت العلوم التي تخدم القرآن. لم يكن التفسير وحده هو العلم اللي بل لو أنت هترجع بس يعني عايزين نجيب بدايات العلوم، نقول هو علم الحديث، علم الإسناد نشأ لخدمة الحديث قبل أن ينشأ لخدمة الفقه، لخدمة التفسير قبل أن ينشأ لخدمة الإيه؟ يعني إحنا عندنا علم الحديث كعلم خادم لغيره، نشأ أول ما نشأ لضبط الروايات عن الصحابة والتابعين في التفسير، وإن بداية التصنيف المسند كان في الإيه؟ في التفسير أيضا. الأمة خدمت هذا القرآن حتى تنوعت العلوم التي تحيط به. لكن بعد فترة من الزمن وجدنا أن علم الفقه رزق أربابه برجل كالإمام الشافعي، عمل حاجة رائعة جدا، وهو يعني جه عند لحظة انتقالية من جيل لجيل، قال لا احنا كده بننتقل من جيل الفطاح اللي نصح التعبير لأجيال أقل قدرة على تذوق النص ومعرفة دلالته منطوقه ومفهومه والعام والخاص، كل الكلام اللي احنا ممكن نقوله في علم أصول الفقه ده كان بيبقى مش محتاج حاجة في ذهن الايه المجتهد اللي هو عربي بصليقته ثم عاصر الوحي، أو عاصر من عاصر الوحي، كان بيتم ده بدون تقعيد وبدون تنظير. فجه الشافعي رحمه الله قال لا، الأجيال الجديدة بالنسبة له هو وقتها لاحظ لا، محتاجين الخدمة دي، محتاجين قواعد أو أصول شبه اللي برضو الأمة شافت إن محتاجين قواعد لضبط اللسان العربي، قواعد لضبط تذوق جمال اللغة، فعملوا النحو وعملوا البلاغة، والإيه والشافعي رحمه الله عمل لنا علم أصول الفقه. بعد ما مشينا فترة في تطور العلوم الإسلامية قالوا هي علوم القرآن على كثرتها هل من مقعد لها؟ بدأوا يلاحظوا ان الاجيال الجديدة بالذات بقى ان علوم القرآن كثيرة، وكمان ايه كتير ممن يطلبها يطلبها في كتب التفسير، فكأن العلم الاوحد الذي يخدم القرآن هو علم الايه التفسير. المفسرون عملوا مقدمات لتفسيرهم، او بعضهم او كثير منهم، ف كانت المقدمات دي بمثابة الجهود الأولية لشرح قواعد أو أصول تضبط علم التفسير. فعلم التفسير بيدخلك في كل العلوم المتعلقة بالقرآن، يعني علم التفسير لازم تضبط علم القراءة،
عشان تعرف الآية يعني تضبط القراءة ثم تفسرها. اللغويات الرسم، لأن هنا بقى يعني من أول ما وجد الرسم العثماني بقى ده علم جديد، وبقى أحد طرق ضبط القرآن إيه؟ ضبط الرسم، وإن الجميع يلتزم بهذا الرسم. فبقى المفسر يطوف في شوية في الكلام على نزول القرآن، أسباب النزول المكي والمدني، ترتيب الصور، التناسب في ترتيب الآيات والصور، الـ كل ده بقى كان بيحتاجه. وكمان لما بيجي يتكلم على الدلالة بيحتاج الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، وكل المباحث اللي هي لو دورت عليها قوي تلاقي العلم الرئيسي بتاعها ايه؟ اللغة. دي مباحث لغوية. وبعدين بتوع الأصول قالوا لا، لن نتركها لعلماء اللغة، لأن علماء اللغة بتاع النحو أول ما أقام لك لسانك هو ده إيه؟ غاية المراد. وبتاع البلاغة كان يهمه قوي إيه؟ التذوق، الجمال والإيجاز. قال إحنا المباحث دي لازم نعيدها بنظرة فقيه يهمه الخطاب، الحكم الذي يستنبط من الإيه؟ من دي. ذاك هلاقي عندي في الأصول مباحث لغوية هي أوفى بكثير مما هي عند أهل اللغة. ليه؟ لأن حسب هو اللغة بتعنى بنصوص، نصوص يقولها البشر يقولها غيرهم. فلما جاء علماء الأصول قالوا لا، احنا بنتعامل مع نصوص أرقى ومطالبين نفهمها تماما، ومطالبين نعرف كل دلالتها، ومطالبين ان احنا لا نقدم احدها على حساب الاخر، بل كله من عند الله، فلا بد ان كله ايه يعمل. قالوا لا، ده كده بقى العام والخاص والمطلق والمقيد، يعني بحث كده في علم الاصول تلاقيه يعني واخد مساحه. بتوع اللغه ممكن مش شايفين القضيه، يعني هو لا ايه المشكله لما يجي له نص عام بيدي حكم ونص خاص بيدي حكم، يعني حملت الخاص على العام، خصصت اكيد طبعا مهم الدلالة، ولكن ما هياش بهذه الحيثية. فالأمة لما جت عملت علم، لما جاء علم الأصول خد ايه حاجات لغوية، وبقى مكانها بالنسبة لطالب العلم الشرعي علم الأصول. المفسرين بيقولوا لا والله ده الكلام بتوع أصول الفقه مش ليس على درجة الدقة اللي محتاجها المفسر. فاحنا المباحث اللغوية الأصولية عايزين نعيدها تاني كمفسرين، لأن احنا بقى بنتكلم في ايه؟ ان الـ 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 القصة الواحدة مثلا من القصص التي ترد في القرآن، من قصص القرآن ترد في سياقات مختلفة، والفرق بيكون طفيف، ولا بد من رسالة ما. فالحاجات دي عايزة دراسة أدق شوية. فقالوا لا، ده احنا بقى العلوم دي هو اللغة، أهل اللغة بياخدوها بدرجة اهتمام ما، بتوع أصول الفقه خدوها بدرجة اهتمام أعلى. قالوا لا، احنا محتاجين ناخدها أعلى وأعلى. المهم، فالمفسرين ما كانش يقدر يجي في مقدمة تفسيره ويشرح كل العلوم دي، لكن كان غاية ما هنالك انه يشرح منهجه في التفسير. هو لما يجي يقول لك هذه الآية معناها كذا، منهجه في التفسير اللي هو نقدر نقول ما يعبر به عن منطوق الآية، ده أهم حاجة. الحاجات التانية كلها، كل ما يقال في علم التفسير بعد كده حسب الاصطلاح المعاصر بقى المستقر، ده بره علم التفسير، دي اجزاء اخرى من علوم اخرى للقرآن، بس غير الايه؟ غير التفسير. فالمهم كان المفسر بيهمه يقول لك لما هيقول لك الآية دي معناها، منطقها المباشر معناها كذا، هو بيعمل ايه عشان يصل لهذا. ومن هنا نقدر نقول انه علم اصول التفسير هي يعني جايه من، واضح يعني علم بيوصف
ليوصف لنا المفسر ماذا يصنع لكي يفسر القرآن. يجيب براجع ايه قدامه، يلزمه يعمل ايه، عشان يبحث فين، عشان في الاخر يكون عنده الأهلية انه يقول هذه الآية معناها كذا. بس فهنا نقدر نقول ان مقدمات كتب التفسير عبر تاريخ المفسرين تضمنت ما يمكن ان نسميه علم ايه، اصول التفسير. كتب التفسير نفسها بتضطر تتكلم ساعات على اسباب النزول، تتكلم ساعات على المكي والمدني، تتكلم على موضوعات، ومعظم هذه الموضوعات صنف فيها علماء، بمعنى ان يقول لك خلاص اسباب النزول. احنا عندنا القرآن يعني ما بين دفتي المصحف، يعني معلوم ما نقول في الأمة بالتواتر، وعندنا نصوص في السنة وردت لخدمة القرآن. احنا قلنا بداية التصنيف بالإسناد كان الغرض ايه، خدمة القرآن. فبعد كده في طبقة تانية من العلماء قالوا طب انا هاخد لك بقى من النصوص دي، سواء المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة او عن التابعين، وجمع لك كل اللي فيها ان اية كذا نسخت اية كذا. فنشأ عندي كده علم الايه، الناسخ والمنسوخ، اجمع لك كل ما قيل فيه وايه حدث كذا، فنزل قوله تعالى كذا، او فبقى ايه اسباب النزول. فبقى عندي علم التفسير بيتضمن هذه العلوم مبثوثة في مواطنها، وهو بيتكلم على الآية. وعندي حد قال لي لا، عايز تاخد أسباب النزول بس أهي، عايز تعرف الناسخ والمنسوخ في القرآن أهو، أدي كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن. وبقى عندي مقدمات كتب التفسير بتقول لي أصول الإيه، التفسير. فالبعض قال طيب هو ما ينفعش زي ما عندنا أصول في التفسير نعمل أصول لكل العلوم الأخرى ديت؟ احنا في الواقع ما كانش عندنا مؤلفات في أصول التفسير، بس كانت تقريبا موجودة، لأن مقدمات الكتب تعتبر كتب مستقلة، ودايما العلماء كانوا بيعنوا بمقدمات الكتب، ويعني بيطلبوا فيها عصارة علم المصنف. فكان عندنا حاجة شبه كده، قالوا طب هو مش العلماء اللي صنفوا في الناسخ والمنسوخ كان عندهم قواعد، ايه اللي يقول عليه ناسخ ومنسوخ، ايه اللي يقول عليه ده تعارض وترجيح، واحنا رجحنا ده على ده مثلا او نحو ذلك. فبدأ بعض العلماء يقول احنا زي ما في اصول فقه وفي اصول تفسير، بس وان كان مش موجود مستقل كده، احنا نعمل اصول لكل العلوم المتعلقة بالقرآن. فنشأ علم علوم القرآن، عشان كده العلم ده ايه، جه بصيغة الجمع، وممكن تقدر فيه محذوف وهو أصول علوم القرآن. يعني العلم ده مش لما أجي ألاقي البرهان في علوم القرآن، وده من أوائل الكتب الإمام الزركشي رحمه الله، الإتقان اللي هو عادة السيوطي رحمه الله، إنه عنده الحاجة تستوي. يعني هو إيه، يجي ياخد دور الحاجات اللي قبل منه ويعيد سبكها. ماشي، ما لا تتوقع، لو عايز اشوف هي الآية دي منسوخة ولا لا، مش هدور لا هنا ولا هنا، مش كده. لكن لو عايز اعرف ماذا يعني الـ 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 النسخ هدور هنا. يبقى اذن العلم ده عنوانه ايه، علوم القرآن، وانت تقدر محذوف هو اصول علوم الايه، القرآن. يبقى هيكلمني على القرآن، على نزول القرآن في موضوعات
ممكن تقول حلاقيها كاملة هنا. كاملة يعني ايه؟ هو هي يكفيني ان انا اعرف الاصول، مسألة نزول القرآن خلاص، هي الموضوع ليس فيه الا نزول. وان كان لو حد عايز يتتبع آي القرآن بترتيب نزولها مش هيلاقيها هنا، ده عايز بقى يعمل مجهود كبير في كتب الايه؟ التفسير، وفي كتب اسباب النزول، وفي غيرها، عشان يصل لايه؟ لهذا. لكن فقالوا خلاص احنا نعرف بقى الطالب العلم من خلال هذه الكتب اصول كل العلوم المتعلقه بالقران، نزول القران، جمع القران، الجمع هيدخل فيه بقى الجمع الاول اللي هو قبل ان يكون مصحفا، ثم الجمع، جمع المصحف، ثم المصحف اللي على رسم واحد، ويعرفنا يعني ايه رسم بقى، ويقوم وهكذا. بعدين بقى يعني ايه فده، طب القراءات السبعه احرف اللي كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وطب وايه علاقته بالاسانيد التي تواترت بعد كده، او حتى لم تتواتر وسميت بالقراءات اللي هي اسانيد مختلفه في روايه القران، طب تعرفها؟ هنا مش هروح اتعلم كيف اقرا بروايه حفص او بروايه ورشه او بغيري من كتب علوم القران، لكن هعرف يعني ايه قراءه. وهكذا. واكيد لازم يبقى عندي ايه؟ مبحث ضخم لاصول التفسير. يبقى انت تقدر تقول ان اصول التفسير هو من اقدم علوم القران التي وضعت لها اصول. ولكن وضعت فين؟ في مقدمات التفاسير عاده. وبعدين انا بقى عندي علوم كتير تانية للقرآن يعني ليس لها اصول مدونة، او برضو مقدمات كتبها وبدون اسهاب. فبدأت الامة تنتبه لهذا، وعملوا لنا ايه؟ اصول كل العلوم المتعلقة بالقرآن. وبقى ده علم، ده علم كده كأنه ايه؟ ست سبع نسخ من علم اصول الفقه. اصول علم القراءات، اصول علم الرسم، اصول، وطبعا اهمها اصول الايه؟ التفسير. ومن هنا بدات المؤلفات دي تتعمل. ومع هذا العلماء كانوا بعضهم يقول علوم القران ويحط فيها اصول التفسير، وده طبيعي، وبعضهم يقول اصول التفسير ولا بد للمفسر ان يعلم أسباب النزول، ويعلم الناسخ والمنسوخ، ويعلم المكي والمدني، فيقعد يعرفك بده كله، يبقى هو في الآخر عمل إيه؟ كتاب في علوم القرآن، مع إنه معنون له بعنوه إيه؟ أصول التفسير. لكن لو إحنا بنرم في النهاية، يعني بنقول طالما العلوم مع الوقت بتنضج وبيزداد التخصص، لا، أصول التفسير هو أصول التفسير. يتكلم ما هي المؤهلات والأدوات والخطوات التي ينبغي أن يتخذها المفسر، وكمان المفسر هنا بنحطها بين قوسين، اللي هو هيقول لي في النهاية منطوق الآية معناه إيه، يعمل إيه عشان يوصل لهذا الكلام. هو ده علم إيه؟ أصول التفسير. عارفين إحنا كلنا إن كلمة أصل وكلمة قاعدة لغوياً يعني الأصل ما ينبني عليه غيره، والقاعدة أيضا يعني ما يقوم عليها غيرها. لكن أحيانا لما عملنا حاجة اسمها لا يعني قواعد للاستنباط الفقهي وسميناها أصول الفقه، فالأسامي ما دقتش بقى. لو طلع عندي حاجة جديدة أعمل لها إيه؟ اسم جديد. هو طلع حاجة جديدة؟ مش طلع حاجة جديدة، ما احنا اتفقنا النحو نفسه طلع بعد ان لم يكن، ان هو عالم صنف قاعدة كانت بتيجي بالصليقة، لا انها محتاجة ايه؟ تبروز وتقال ويبقى تصاغ لفظيا، وسواء كانت قاعدة مضطردة او اغلبية، فحيقولها ويقول ان القاعدة دي قاعدة مضطردة او اغلبية. طيب برضو خلينا نعترف
ان الشافعي رحمه الله تعالى حط الفقه في موضع القاطرة لغيره من العلوم لما عمل علم ايه وصول الفقه، فبقى دايما سابق بخطوة. فالخطوة بعد ما بقى فيه فقه ثم جعلت له أصول، قالوا لا ده في حاجة كده شبه الأصول لو عملناها هتخدم الايه أجيال القادمة. كل عالم دايما همه انه ايه ينقل علمه للي بعده. قلنا له قال ايه؟ قال والله بص، هو احنا الفقه خدنا الأصول تعلمنا فيها كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، رحنا للأدلة التفصيلية استنبطنا الايه، رجعنا تاني استنبطنا الأحكام التفصيلية، رجعنا تاني لقينا في أحكام كتير شبه بعض ممكن يبقى يمتن فهم طالب العلم للفقه لو رحت جامعها له تاني في قاعدة ايه كلية. قال لا طب مش انت عندك اصول؟ قال لك لا، اهل الاصول دي كيف استنبط الحكم من الدليل. طيب وبعدين ما انت استنبطت الحكم. قال وبعد ما استنبطته بقى عايز اقول ان خد بالك النية شرط في كل العبادات او ركن. لا وطب تعالى بقى نحل له حتة هي شرط ولا ركن مثلا يعني. طب المعاملات طب هتبقى فيها كده ولا لا، ولا هي بس مشترطة الاشتراط؟ خد بالك كلمة العبادات دي نص الفقه او ثلاث ارباعه، فبقول لك النية في العبادات مطلوبة والا العبادة تبطل. طب ومطلوبة اسميها ايه؟ احنا خلاص انا في الاصول قسمت وقلت في حاجات في شروط وفي اركان، دي شرط ولا ركن واثرها هل الخلاف لفظي ولا ممكن يأثر معايا في حاجة؟ الكلام ده ايه؟ يبقى في علم ايه؟ القواعد الفقهية. يا اما النص اصلا عام زي انما الاعمال بالنيات، فهو النص جاي كلي بس بقى تفصيله فروعه كتيرة جدا، يا اما هي جزئيات كتير خدنا منها قاعدة ايه، زي مثلا لقينا جزئيات ان الشرع حرم الخلوة بين الرجل والمرأة الاجنبية والمصافحة وحرم النظر وطيب ده كده في الايه في هذا الباب. طب نيجي في باب تاني نلاقي ان الشرع مثلا حرم انواع معينة او صور معينة من انتباذ الثمر في الماء، في الاخر قالوا ان الاشياء وجدنا ان الاشياء المباح التي قد تؤدي باحتمال غالب تؤدي بنسبة غالبة إلى محرم دي كده وجدنا أن الشرع حرمها في مواطن كثيرة، فخدنا القاعدة إن إيه؟ إن المباح الذي يفضي غالبا إلى محرم محرم. طب الذي لا يفضي غالبا يفضي أحيانا؟ قالوا لا، بيبقى ايه؟ عشان كده الشرع لم يحرم البيع والشراء بين الرجل والمرأة، ولم يحرم سواء تعلم المرأة العلم من الرجل الاجنبي، يبقى العبرة هنا بالايه الذرائع بتفضي، كنا لسه واخدينها في الاصول فعشان كده فاكرها. فيبقى ايه احنا دي استنبطنا القاعدة من مجموعة جزئيات. فعالوا احنا هنعمل لكم هنعمل بقى لطلبة علم القواعد دي يوم كأنه بيعيد صياغة الفقه كله في عبارات ايه موجزة وتظهر معاه هنا وهنا وهنا وهنا. فظهر عندي علم الايه القواعد الفقهية. قالوا طب هو التفسير في حاجة شبه كده؟ فعلا ما قالوا ده هو ده اكتر، لان انا عندي مباحث شبه اللي في الاصول ومباحث اخرى في بقى اسباب تكرار ال القصص كما ذكرنا عن يعني حاجات كتير من هذا النوع. فبدأ بعض العلماء يقول احنا عندنا في التفسير قواعد كلية شبه اللي عاملها الايه الفقهاء، بل وموجودة في كتب المتقدمين من المفسرين، بس احنا عايزين بس ايه ننتزعها ونطلعها.
فبدأ حد يتكلم عن قواعد التفسير على أنها شيء آخر غير إيه؟ أصول التفسير. ولكن سيظل أنه ممكن ألاقي عنوان كتاب أنه بيتكلم في قواعد التفسير، ألاقيه بيتكلم إيه؟ في أصول التفسير ومقدماته. فلما قال مقدماته قلب إيه؟ أنه هو بقى في علوم القرآن. يبقى إذن لا مشاحة في الاصطلاح، أنا همسك الكتاب اللي أنا ناوي أدرسه أو بقيمه ينفع أدرسه ولا لأ في مرحلة تمهيدية أو مرحلة التي بعدها أو التي بعدها، أشوف عطيني إيه من دول، أصول كل علم من علوم القرآن، موقع بقى التفسير كأهم علم من علوم القرآن في يحتاج إلى أصول واخد منه قد إيه، ولا شايله من الكتاب. لأن الناس بقى الكتب المعاصرة اللي بدأوا يميلوا للإيه؟ للتخصص، قال لك أنا لما أعمل لك كتاب متخصص في علوم القرآن هشيل منه خالص إيه؟ ليه؟ لأن زي ما مثلا هذا المنهج التعليمي اللي صلى الله عليه وسلم مباركا، ما هو ممكن عملنا دي مادة ودي مادة، وبقى أساتذة الجامعة ممكن بيألف كتاب عشان يبقى للإيه؟ للطلبة، فيقول أنا هكرر ليه؟ ما هو الطالب هيدرس ده خلاص، طالما عنده مادة تانية اسمها أصول تفسيري يبقى أنا إيه؟ ما حطهاش خالص، وممكن حطتها مختصرة، وممكن هو واخد كل الحاجات عطيها درجة اهتمام كافية، فيبقى خلاص ده مرجع ينفع للكل. فيبقى لما أجي أقيم كتاب بعيدا عن هذه المصطلحات، إن كان هو الأدق إن علوم القرآن علم بيعطيني أصول كل العلوم الخادمة للقرآن بما فيها التفسير، إذن علم أصول التفسير هو أحد فروع علم علوم القرآن، ما فيش مانع إن فرع يكون مستأهل أن يكون له إيه؟ مصنفات خاصة، وإن علم قواعد التفسير إما أن يراد به أصول التفسير أو أن يراد به كليات تتكلم عن تاني بقى الإيه؟ العام والخاص، ولكن من وجهة نظر المفسرين اللي هي طبعا هتكون متطابقة مع وجهة نظر الفقهاء، بس مع بعض الاهتمام بالأمثلة القرآنية وأثرها في فهم القرآن، العام والخاص والمطلق والمقيد والآية الواحدة إذا قرأت بقراءة نعمل فيها إيه، هلاقي مثلا عناية كبيرة قوي بخلاف التنوع في التفسير، وده اللي افرض له الشيخ الاسلام ابن تيميه، يعني جزء كبير من رسالته المباركه مقدمه في اصول التفسير. يعني ابن تيميه يعني اشتهر بانه يعني في تميزه في علم العقيده والجدل والرد على اهل الباطل، يعني لكن هو لو لم يكن ابتلي بانه بقى فرض عين عليه تقريبا انه يرد على كل الفرق دي، كان سيكون مفسرا لا يشق له غبار، علمه اللي هو بيحبه جدا علم التفسير. وده ظاهر جدا في ان كتابه في مقدمة في اصول التفسير تقريبا الى يومنا هذا كل اللي جه بعده بينقل منه، حتى اللي منهم مؤلف حاجات ايه اوفى بكتير في علوم القرآن زي الاتقان في علوم القرآن، ينقل المواطن اللي ابن تيمية رحمه الله اتكلم عليها في هذه الرسالة، ودي اقرب رسالة يمكن ان تسمى بالفعل اصول تفسير وليست قواعد تفسير. فيبقى علوم القرآن هتبقى اصول كل العلوم الخادمة للقرآن، أصول التفسير هو أحد العلوم، أصول علم بس هو أهمها، ولأنه في مدارس كتيرة في التفسير ليست على الجادة. قواعد التفسير لو حابين نديها معنى تتميز به عن
العلمين السابقين، يبقى هنتكلم على يعني مباحث بعضها يشترك مع أصول الفقه زي العموم والخصوص والضمائر، وبعضها يشتبه مع القواعد الفقهية اللي هي أحكام كلية ولكنها مستنبطة من مجموع جزئياتها، لما بيخاطب بيدرسها طالب العلم بتساعده كتير، لأنها بتكرر معاه كتير إن الآية الواحدة تكون ثابتة بقراءتين متواترتين أو على الأقل صحيحتين، هيرجح قراءة على التانية ويستنبط الأحكام ولا يستنبط كأنهم آيتين. إذن ده موقف بيتكرر كتير، كل دي بنتكلمها في قواعد التفسير. يبقى دي الأسامي هذه العلوم الثلاثة المتعلقين بتقعيد العلوم الخادمة للقرآن. طيب طبعا كنا نقدر أو كان في اختيار نحاول نجيب في كل فرع من الثلاثة دول على اختيار التمايز بينهم أعلى كتاب أو على الأقل يعني كتاب متوسط، بس احنا الوقت مضغوط جدا، ويعني كان ممكن ناخد حاجة أساسية وليكن مثلا أصول التفسير ونعتبر الحاجات التانية مثلا واجب قراءة، كان ممكن حاجات كتير. أنا الأول يهمني لما تمسك كتاب سواء من المتقدمين أو المعاصرين تعرف هو بيخدم أنه جانب وبنسبة قد إيه. كما ذكرنا أنت لو لقيته ماشي على كل الحاجات نزول القرآن، جمع القرآن، الناسخ والمنسوخ وهكذا إلى أن ينتهي بالتفسير، يبقى ده كتاب في علوم القرآن، كتاب بيكلمك عن أصول علوم القرآن. طب عاطي التفسير مساحة قد إيه؟ ده تاني سؤال. لا لو ما لقيتوش جامع يبقى غالبا هلاقيه بيتكلم على التفسير بس، ما هو حاجة منسوبة للقرآن يعني للقرآن تحت مسمى علوم قرآن أو أصول تفسير أو قواعد تفسير، فأكيد يا أما بتتكلم عن قواعد كل العلوم متعلقة بالقرآن بتتكلم على التفسير، يعني مش وارد تكون بتتكلم على حاجة أخرى. فإذا لم تكن بهذا الشمول ممكن ألاقيها اسمها ألاقي الكتاب اسمه مقدمة في علوم القرآن أو كذا، ولاقي في الآخر هو بيتكلم على التفسير فقط. طيب لو لقيته شامل عايز أشوف هو عطيني في التفسير في أصول التفسير جرعة مناسبة ولا لا، لانه ممكن يكون حذفها تماما او قايلها مختصره قوي. طب لقيتها جرعه مناسبه، لو انا يهمني اعرف قواعد التفسير بالمعنى اللي هي مستقله بيه وهو بعض المباحث اللغويه المشتركه مع علم اصول الفقه زائد حاجات يتميز بيها دراسه التفسير، فابص وهو في اصول التفسير بعد ما خلص معنى التفسير ومدارس المفسرين وطبقات المفسرين وأشهر كتب التفسير بالمأثور والكتب شرح أدلة الأحكام أو شرح آيات الأحكام والتفاسير اللغوية، بدأ يكلمني عن أعطاني فصل أو باب قواعد في التفسير وكلمني على العام والخاص والمطلق والمقيد والضمائر، وبعدين راح مكلمني على التعدد القراءات، يبقى كده ده عطيني كل حاجة. طيب عطيني حاجة ومش عطيني التانية، طب انا عايز ايه فيهم او ايه انا مهتم بيها اكتر او نحو ذلك، كل دوت انت تقدر تقيمه من الكتاب اللي انت هتدرس منه المادة. طيب احنا اختيارنا بعد قعدنا نتردد كتير وكان ربما بنقول لو هنتكلم على وأصول في التفسير يبقى بلا شك رسالة شيخ الإسلام تيمية مقدمة في أصول التفسير، وهي رسالة طبعا مشروحة شروح كتير لكثير من المعاصرين أو نحو ذلك، ولا هناخد كتاب
في علوم القرآن، وطبعا أشهر كتب تداولا كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله. وسبحان الله يعني هو الكتاب منتزع من كتاب سابق عليه، كتاب الشيخ مصطفى سلامة رحمه الله تعالى، لكن كتب الاشتهار أكثر لمباحث في علوم القرآن لعله أجود ترتيبا ومبذول في مجهود. طبعا الشيخ مناع القطان رحمه الله يعني تاريخيا يصنف انه من جماعة الاخوان، ولكن هو عقيدته سلفية او ده اللي موجود في كتبه. ربما وقتها كان الاخوان اللي مقيمين في السعودية، هو مصري كان مقيم في السعودية، فيعني هل وقت يعني هو يعني مات رحمه الله تعالى. والموجود في كتبه هو له كتابات كلها تدور حول القرآن أو معظمها، والقواعد المتعلقة به، تفسير آيات الأحكام ونحو ذلك. وهي كانت يعني مثلا تفسير آيات الأحكام مستفيد كتير من كتاب السايس، لكن مع تهذيبه عقديا. برضو في مباحث في علوم القرآن مستفيد جدا من كتاب مصطفى سلامة، بس مع يعني تهذيبه في التصنيف نفسه، يعني هو كتاب مخدوم خدمة كويسة. ونحن نقبل الحق ممن جاء به، بالذات إذا كان هو مجرد انتماء، هو نفسه ما لم يكتب شيء مخالف يعني في حياته، وهو قد توفاه الله فما فيش إشكال من الكتاب. بس هو بالنسبة للخطة الزمنية بتاعتنا يعتبر طويل. في يعني في الآخر أنا برشح أو اللي استقر لنا نشتغل منه كتاب مذكرة في علوم القرآن العظيم للشيخ أحمد سلام، وأحد تلاميذ الشيخ الألباني. الكتاب يقع في 150 صفحة، فهو مختصر جدا، ومع هذا فنصف هذه الصفحات في أصول التفسير، وده شبه طريقة تصنيف الشيخ مصطفى سلامة رحمه الله. الكتاب الأصلي اللي منه أخذ كتاب مناع القطان ده كان بداية تدريس هذا العلم في الكليات الأزهرية في مرحلة سابقة، فكان هو عامل الكتاب جزئين، جزء كل علوم القرآن وجزء الايه أصول التفسير. أحمد سلام تقريبا ماشي كده يعني، قاسم الكتاب نصين تقريبا، طبعا هو كتاب صغير ما مش هيعمله جزئين يعني، لكن تقريبا موزع بتكلم على كل المباحث في نصف الكتاب، وعاطي نصف الكتاب الآخر للتفسير، تكلم كويس على أصول التفسير، ومشى بينا لغاية المدارس المعاصرة في التفسير، المدرسة العقلانية الحديثة ونحو ذلك، فدي فايدة تقريبا مش موجودة غير فيه. وكمان هو يعني الراجل ما حبش يفوتوا حاجة، قال عندنا في حاجة اسمها قواعد في التفسير، وادي اشهر 15 قاعدة راح قايلهم لك في صفحة واحدة وخلاص، انت بقى خد ده الفهرست، ودي درجة برضو لا بأس بها تبقى قريتهم، ممكن نبقى نحيل على مرجع يشرحهم. بس هو كده الكتاب واضح لديه الفروق وفق اصطلاح المعاصرين بين الثلاث علوم، وان علوم القرآن ده الاسم الاشمل، وان جزء منه ايه اصول التفسير، وان اصول التفسير جزء منها او موازي لها جنبها قواعد التفسير، وده واضح جدا عنده مبينه بشكل جيد. وطبعا ما مش هيقدر بالذات انه بيتكلم في كتاب مختصر، فاضطر بالنسبه لقواعد التفسير يقولها لنا. وقواعد التفسير هو لو هنيجي نتكلم على الاهميه في الواقع ترتيبه الثالث فعلا. ليه؟ لانه المسائل المشتركه بينه وبين علم اصول الفقه والقواعد الفقهيه
يعني فوق 90%. ولكن الفرق لما بيتكلم المفسرون عليها بيجيبوا أمثلة قرآنية، وبيبقى طبعا فيها متانة أكثر في إتقان القرآن وفي تطبيق هذه القواعد في الدراسات القرآنية. لكن ما فيش جديد قوي فيما يعنون له بقواعد التفسير عن العلوم. يعني هو ممكن تبقى مهمة جدا لو حد ايه مش دارس كويس أصول فقه وقواعد فقهية، لكن لو دارس أصول فقه وقواعد فقهية وبرضو دارس النحو بدرجة معقولة، تقريبا علم قواعد التفسير بالمعنى الخاص المعاصر هيبقى مجرد يعني تجميع لأبواب من هذه العلوم الثلاثة، ولكن مع أمثلة إيه؟ قرآنية. ده كده تعريف بالمنهج وبالكتاب. وطبعا أكيد يجمل الإخوة تبقى تتوسع من الكتب المتوسعة في كل باب احنا حلقته. الاول هل تفضلون اخذ راحة 5 دقائق ولا نكمل؟ ثانيا عايزين تسألوا في هذا الجزء الذي مضى لانه جزء مستقل بذاته قبل ما نبتدي في الكتاب، ولا لا احنا هنشتغل من كتاب مذكرة في علوم القرآن العظيم لأحمد سلام فقط. دي بيسموها ايه كتب إثرائية، يعني ممكن نشتغل فيه الإخوة تقرأ منها. يفضل تفضل. نعم والله هي موجودة على الانترنت، وان كانت مش بسهولة ان انت تعمل بحث تلاقيها لانها مش متداولة قوي، بس ممكن نبقى نبعتها للاخوة، ومطبوعة برضو طبعا مش مشهورة قوي، لكن في النهاية اللي هيدور هيلاقي يعني موجودة، هي مطبوعة وموجود منها نسخة PDF على الانترنت.